انا من تنغير ومن تنغير وجبت لي وجبنا السلعه لهنا للتيكيوي. نعم اسي. شحال الثمن؟ شحال وصل؟ الثمن راه كل واحد الثمن ديالو كاينه من 70 حتى 50، من 2500 حتى 3500. حاجه مليحه؟ تا حاجه مليحه وديال الخلا وديال السرحه والعلف. بالنسبه للناس اللي تيجيو تيشوفوا؟ هو الناس جا تيجيو وتيشوفوا تيرجعوا، المهم الناس مساكين باقي تيغامروا. واش تيشكوا الناس اللي كملوا؟ وتيشكوا بالغلا، حنا كاين غلا، حنا صيرنا غلا اكثر منهم، عرفت هذا الخروف دابا كاين خروف دابا اللي طلع من 1000 درهم. وشريتي بواحد الثمن، وراه هو الله يحسن العوان، والله لا خويا باش نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا متكرفسين بزاف. بيتنا في الخلا والتراب والغبره وتما راه تكرفيس لا حول ولا قوه الا بالله. وهذوك دابا مسكين راه هو كاين هما تيغامروا، هذاك تيغامروا. شكون دابا اللهم تشري عند الفلاح ولا تبقى تشد الشناق يدور فوق الكاميو تيقول لك اعطي لي الفلوس ننزل لك الخروف. داك الشيء اللي قال لك ما يحيد لك والو. الشيء اللي قال لك تعطيها لي عادي ينزل لك الخروف. الا بغيتي الا ما بغيتيش وان بنادم حسن يشري قبل يومين ولا ثلاث ايام وخط راحته. وإني دابا الفلاح بقى يومين ثلاث ايام بقى يومين راه غايبيع الجماله الشناقه يمشي بحالو راه ما يحاني لك هو دابا عنده 1000 كيلومتر يحاني لك حتى ليله العيد ما يمكنش هذا ما يمكنش اش نقول لك الله اعلم السوق باقي مزاقي السوق باقي مزاقي وإني السوق ما يرجعش السوق ما يرجعش ما يمكنش ما يمكنش يرجع قول لي شي قضيه باش بيرجع ما يمكنش والناس راه واحد الغلا وباعوا باعوا عاود ما كاين صاير كاين صاير اخو والله ياخذ دابا كل راس تقريبا شحال نعم كل راس دابا في الشهور شحال غادي يصير عليك في الصير غايدوا لك 1500 درهم 1500 درهم وراه تيدي لك 10 درهم في النهار وعلى قلة على قلة على قلة على قلة هذا 10 درهم اللي قول لك هذا غير على قلة وهي ولد المهم الله يسهل علينا ويسهل عليكم الله يعفو علينا وصافي الله يعفو علينا ما خويا الله يلا تكرفسنا الله يهديهم الله يهديهم الله يهدي الحكومة ديالنا يديرنا شي طول الخير اخويا راه الله تكرفسنا 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 واش قلنا لك اخويا تكرفسنا بزاف دوزنا الثلج والبرد وكذا والعلاف والتكرفيس والجفاف ما كاينه شي دعم ما كاينه والو تتمشي عند دابا تتمشي الخنشة ديال الزرع دابا تيقول لك 5000 ريال 5 دراهم الكيلو وتزيد لها الترونسبور وطاح لك على 6 دراهم وتجي لهنا تكريف واحد الثمن في السوق والماء ما كاين المهم التكرفيس وما كاين فين تنعس وكانوا فين تصب من حوايجك ما كانوا الوسخ اودي الله يحسن هون حنا تكرفسنا لا اله الا الله واودي الوضع ديالنا راه كنتشمشوا هنا راه ثلاث ايام وحنا في الشمس هنا مضاربين على الشمس ومضاربين مع البهيم ديالنا وراه الاول غالي والبهيم راه كتشريهم غاليين في الاول والاثمن راه كان القمح راه كيكون كان ب 30 ريال ودابا راه ولا ب 6 دراهم وسميتو والشمندر راه كان ب 29 2900 دابا ولا ب 47 فهمتي ولا والخاله وكذلك كانت ب 1600 كناخذوا ب 1600 دابا ولات ب 2700 وراه هذا الشيء راه غالي حتى على الدروش ماشي غير حنا ماشي غير حنا اللي كسبها غالي حتى على الناس اللي كيشريو الله يحسن العوان راه كلشي تيتشكى ماشي كلشي راه ماشي ماشي غير ماشي حنا الله اعلم هذاك الشيء ما غادي نقول لك والو انا على هذاك الشيء يقدر ينقص لهم الثمن يقدر يتزاد عليهم الثمن علاش غنقول لك انا هذاك الشيء اللي كاين علاش غنقول لك تشكاو على الغاليه راه كيجي دابا كتقول لي دابا الحروف كتقول لي 55 54 50 تيقول لك الزهر الغالي راه ديتو هذيك العام اللي فات ودي راه العام اللي فات راه ماشي بحال هذا العام العام اللي فات راه كانت ديك الساعه كان نخاله ناقصين والبهام ديك الساعه كتشريها بقل ودابا راه الحولي راه كتشري قبل الربيع كتشري ب 36 40 راه ديك الساعه كنا كنشروها ب 22 وراه حتى حنا راه كان ضروري ماشي غير هما اللي مضرورين شوف فين كاين خدام دابا راه الدراري كانوا كيخدموا راه دابا ولاو ضاو من المدارس شكون شكون غادي يخدم معاك مازال لا بلا تخدم من راسك حتى هما شكون غادي يخدم معاك دابا راه الدراري كاملين داو المدارس ولاو كيقراو في المدارس راه حنا اللي ولينا مقابلين الا جيتي تمشي الا جيتي تطلع علينا في هذيك هما راه هما دابا اللي كيشري العيد اش كيقول لك راه عنده واحد 20 يوم اللي كيكون مضرور حنا راه مضرورين راه عام وحنا مضرورين هو راه مضرور فات 20 يوم حنا راه عام وحنا مضرورين عام راه كتمشي تسرح وتمشي بلا ما تاكل والو من الصباح وتجيت قبل قبل مع الثاني في الدار وتعطيهم ياكلوا هما راه عندهم عاد 20 يوم هما اللي عندهم اللي مضروري ولكن لا حسن العوان راه كل واحد وجهده هو ضروري هادشي تقدر بزاف منك هادشي تشريه بحال هادشي ضروري بزاف منك تشريه هادشي اللي كاين تقدر دابا اللي قدر الاخر تلقى الثمن طالع داكشي ما تقدر تحكم على كاين الناس دابا اللي غيجلسوا حتى ليله العيد يقدروا يلقاو طالع يقدروا يلقاو طالع بزايد ولا هبط بزايد داكشي غير ربما داكشي ما تقدرش تغامر
ولا بيت تقدر تبقى يومين ثلاث ايام العيد. واش الناس تيتشكاو من العيد؟ اه الثمن الغلمي بدا داير الثمن تقريبا زيد 1000 درهم في الخروف. الخروف دابا ديال 60 دابا 80 تقريبا 1000 درهم 900 درهم زيد في الخروف. قضيت 45 ولكن هذا العام ما شريت هذاك 45 غاتشري 65. ايه البيت قضيت قضيت تبقى يومين ثلاث ايام العيد. اه من الخروف ما ينقص ما والو. اخويا الثمن على حسب السوق، كاين 74 كاين 66 كاين 52 54 كل واحد وجهدو، كاين 48 كل واحد وجهدو. خويا اش غنقول لك، راه كنبيع 66 70 54 هادشي باش كنبيع انا على حسب الخروف، حيت الخروف ما مقادينش كل واحد والثمن ديالو. اخويا اش غنقول لك، راه صعيب عليا على حسب كنشوف المصاريف ديالي. كنا كنجيبهم غنقل، راه تزاد علينا، راه دروك راه كنجيبهم ب 1000 درهم 1500 درهم باش كنوصل هنا دروك. كنا واحد الوقيته كنجيبهم غير ب 50000 فرانك 60000 فرانك. والماكله، الماكله هاد العام راه غاليه الماكله شويه. شحال وصلت؟ الزرع راه دايره 120 ريال الكيلو. والكوانو راه دايره 5600 والنخاله راه دايره 3000 ريال والفصه دايره 100 درهم. وما تقدرش تنقص لي، نقصتي دروك راه غيخصك الحساب. واخويا اش غنقول لك، على حسب اش غنقول لك، هذيك ما نقدرش نحكم عليك وما نقدرش نقول لك راه غينقص الثمن ولا غيطلع. اخويا اش غنقول لك، ما نقدرش واخا نردو واخا نرجعو ما نقدرش نبيع بالخساره، حنت راه داك الشيء راه خساره ما نقدرش اخويا. واخويا اش غنقول لك، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد داك الشيء اللي غايدير. كاين اللي غامر غيخلي فيه الفلوس، كاين اللي ما غاديش يخليهم، هذا هو اسمو ديال. واش غنقول لهم اخويا، اش غنقول لهم، كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد اللي يجيب ليه الرزق ديالو. خص الناس راه كيتشكيو على الغلا، هذا الشيء راه زاد الثمن، راه جابوه غير الغلا اللي جاب هذا الشيء، الغلا اللي جاب غير الثمن على العلف. اخويا دابا الوضعيه فاش كاين دابا حاليا ما نقدرش نشري، غالي عليا السوق. تقريبا كنا كناخذوا ب 40 50 دابا لا كتسمع 80 90 100 110 دابا التريوش دابا لا واك العصا ناحيه السبعه طالعين بزاف الاثمنه ديال الخروف. والتريوش دابا لا غالي عليه 80000 و 90000 اثمنه. انا كاين اللي خدامها ب 40000 الله يحسن العوان، كاين اللي خدامها ب 30000 ما يعيدش. الناس فاش هذا هو المشكل، فاش كيبقاو الناس كاملين تيقول لك حتى من بعد نعرف فاش كيجيو كيشريو كاملين ما كيلقاوش البهيم، كيلقاو البهيم والكسابه كيطلعوا في الثمن. فاش كيكون الناس موجود كلشي كيجر كيكون الثمن شويه طالع. داكشي اللي كاين. واش النقد هو ما كيزيدش 1000 ريال ولا 2000 دريويش كياكل العصا ديال بصح.